تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة النفس العمارة بالسوء. قصب العمدة نقم من عنده قصب ومرات يعمل لنا أفوكادو من غير مكسرات من غير سكر. نشرب عصير قصب، نحاول نغير العادات الغذائية صحية اجتماعية إيمانية رياضية ثقافية إلى الأحسن. أولهم أنا لازم أغير من نفسي وما علي من غيري، أحاول يعني أضبط من نفسي، لأنه إذا بدي أشوف عيوب الناس ما حخلص، بس أنا عيوب نفسي عم بفهمها أبصر فيها وأعلم فيها، فليش ما أشوف إيش عيوبي أنا كإبراهيم؟ مثلا غيبة عندي كتير، نميمة كتير، أخلاقي مش كويس، فلوسي مش كويس، اجتماعياتي مش كويسة، فأزبط من نفسي. كل واحد يزبط من نفسه. لا تنفس بخطأ أحد وضبط خاطئا، وأن تفعل بغير ذلك ملعون أنت وأنا شهاد بذلك. بكل الكتب السماوية بكل الأديان ربنا بيعلمنا على الأخلاق. الأخلاق هي أنه نكون كويسين، أخلاقنا كويسة، نحسن للناس، نصبر عليهم، لو غلطوا علينا كمان نحسن لهم، نحسن للغرباء، نحسن للناس، سامحهم على أغلاطهم، نعطيهم غير مقابل. كل الأديان عبارة عن أخلاق. هذا أكبر مشروع، أحسن مشروع، أنه إحنا نحصل لحب الله ورضاه. كيف؟ أنه راح بالصابرين، أنه راح بالمحسنين، أنه راح بالمتطهرين. فإحنا نحاول نكون من المتقين، من المتطهرين، من الصابرين المحسنين. شو بدنا أحسن من الله يحبنا؟ هذا أكبر وأعظم وأبهى مشروع ونجاح وفرح وتوفيق، عشان نكسب هناك جنة العين رأت ولا سمعت خطر بعد أحد. دائما قلنا الدعاء بغير القدر، نختمها بدعاء. الدعاء بيحسن للناس. قلبا طاهرا فاخلق فيه يا إلهي، سرا ساكنا جدد فيه يا منائي، وبروح القوة ثبتني على أمرك يا محبوبي، وبنور عظمة فشلني على صراطك يا رجاء.